İşgalci İsrail güçleri Surbahirli Fedva Hammade'ye 10 yıl hapis cezası vererek 5 çocuğu annelerinden kopardı. İşgalci hapishane yönetimi de Filistinli esirlere karşı tecrit uygulamaya ve insanlık dışı muamele yapmaya devam ediyor. Fedva Hammade'ye معتقلة منذ أربع سنوات دخلت العام الخامس قبل خمسة أيام قبل أيام عديدة يعني تعرضت للعزل الانفرادي لعدة مرات المرة الأولى قبل عام ونصف تقريبا منذ أكثر من 80 يوم تواجه العزل الانفرادي يعني في ظروف صعبة ووضعها يعني الأوضاع النفسية يعني الأوضاع يعني تحتاج علاج وإدارة السجون تتعمد يعني بالاستهتار والاستفراد بها يعني لا يوجد أدوية لا يوجد أي علاج. طبعا العزل الانفرادي هي سياسة من إدارة السجون لمعاقبة الأسير الفلسطيني تحاول قدر المستطاع من أن تحطم من نفسيته وعزيمته يعني بهذه العقوبة. هي أم لخمسة أطفال حين اعتقالها كان أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم عدة شهور. مريم اليوم أكبرهم 12 عام حمادة وأصغرهم مريم 4 عوام ونصف. طبعا دائما يسألون عنها أسئلتهم بصراحة جدا صعبة عن الإجابة لطفل عن شيء يجب أن يكون في حياتهم يعني شيء صعب. يوم بواجه السؤال هذا امتى راح تروح الماما يعني فانا بصراحه يعني الجواب على سؤال زي هذا صعب يعني مده الحكم الجائر اللي اصدر بحقها يعني مدته 10 سنوات. عندها كوليسترول، عندها ضغط، اجريها بتنفخوا يعني بتقدرش توقف عليهم، والله يعينها، الله يصبرهم إن شاء الله. هم في الوقت الحالي ما بيقدموش لهم العلاجات اللازمة للبنات واحتلال ايش بدنا نحكي يعني ما بيساعدوهم يعني مساعده منيحه يعني مثلا نشوف واحد عيان يعالجوه يدير بالهم عليه لا بخلوهم يضلوا يعانوا وحالتهم حاله.